تم مساء أمس بمطار بوفاريك العسكري استلام دفعة جديدة من اللقاح المضاد لكوفيد 19 سينوفارم، منحتها جمهورية الصين الشعبية للجزائر كهبة على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية. وأشرف على عملية الاستلام كل من وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، وكاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مكلفا بإصلاح المستشفيات إسماعيل مصباح، وكذا سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر ليليان هي. التغطية كانت لحمزة بالقسام. الدفعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا تصل الجزائر قادمة من الصين الشعبية على متن طائرة تابعة للقوات الجوية. اللقاح الذي تنتجه مخابر سينوفارم الصينية قدمته الصين الشعبية كهبة للجزائر. هذه العملية كانت قد سبقتها عمليات أخرى على غرار اللقاح الروسي سبوتنيك في ولقاح أسترازينيكا، ليأتي اليوم هذا اللقاح الصيني ويعزز من عملية التزود باللقاح المضاد لكورونا حماية لمختلف أفراد الشعب الجزائري وحياة المواطنين وصحتهم، وهذا مهما كان الثمن. لهذا الغرض ستصل تباعا إلى الجزائر شحنات أخرى من اللقاح المضاد لكورونا إلى غاية تغطية كافة الحاجيات للوطن من هذا اللقاح. وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم بفعالية في إنجاح هذه العملية، وأخص بالشكر كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي الحريصين على إتمام هذه العملية في أحسن الظروف. السفير الصيني أكد أن هذه الهبة تأتي لتعزيز التضامن والتعاون بين الجزائر والصين وتقوي العلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين. إن حكومة الصينية تبرعت بلقاحات الصينية ضد كوفيد 19 إلى جانب الجزائر كهبة، وهي يعتبر أحدث تجسدا للتعاون والتضامن بين بلدين في مكافحة الوباء، وكما وهي يدل على قمة الصداقة الجزائرية الصينية الجزائرية الغالية في قلوب الشعب الصيني. هذا وقدم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة رسالة شكر من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى نظيره الصيني، وذلك تقديرا للمساعدات التي قدمتها الصين للجزائر.